به توا بنشوفوا الديليت. شفنا في الفيديو السابق كيفاش نعملوا اد نيو ستودنت، شفنا كيفاش نجيبوا جيت اول ستودنت، شفنا كيفاش نجيبوا جيت وان ستودنت نبعث له الاي دي، وشفنا كيفاش نعملوا اد نيو ستودنت، شفنا كيفاش داتا نبعثوها من الفورم عباره جايه من الفورم، ولا الداتا تكون نبعثوها جيسون فورمات، الداتا نعملوا لها جيسون دوت بارس ونبعثوها. تو باش نشوفوا الديليت، باهي خلينا باش نشوفوا الداوت نتاع الديليت كيفاش هو. هاوكا الراوت نتاع الديليت، الراوت نتاع الديليت كيما الراوت نتاع الجيت بالضبط، الجيت يعمل لنا جيت وان ستودنت هاوكا كيما هو بالضبط، فقط يختلفوا في شنو، انه هذايا الريكويست ميثود باش نبعثوها من هنا لازم تكون ديليت، واضح؟ وبدو لازم تبعث له الاي دي، يعني بسيطه جدا اصدقائي، ما عليك الا ترجع لهنا وين 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 السيرفيس نتاعنا، نمشي السيرفيس نتاعنا باش نعمل فانكشن لهنا اسمها ديليت ستودنت مثلا، ديليت وان ستودنت مثلا، باهي شنو مش نعطيها؟ باش نعطيها الاي دي التايب نتاعو اني، وباش تكون نفسها هي بيدها كيما لقيت هذه جيت وان ستودنت، فقط باش نغير حاجه بسيطه جدا اللي هي شنو، خلينا نكتبها نكتبها مع بعضنا، ريتيرن ذيس دوت اتش تي تي بي دوت شنو توا دوت ديليت، هذه هي فقط يختلفوا في الحكايه هذيك هاو، هاك هذيك جيت وهذه ديليت، ونجي نبعث لها نفس اللي بعثته من هنا، هذا هو بيدو، هذه قوس لهنا اوكي واضح. باهي على فكره راهو هذا ما هو سينجل كودس اللي تشوف فيه قدامك، هذاك راهو هذاك باك سلاش باك قلت باك سلاش باك ليست، اوكي تتسمى باك ليست، هذيك موجوده في السبعه الفوق في الكيبورد، انو كي تكتب الت 7 7 مرتين تكتب هاي، تعمل الت 7 7 مرتين كيفاش تكتب لك، واضح؟ هذا بالنسبه للناس الكيبورد نتاعهم ازيرتي، اما بالنسبه للناس الكيبورد نتاعهم كويرتي ابحث عليها، خاطر بالحق ما عنديش كويرتي تو قدامي، البي سي بتاع كويرتي محطوط لوت. به نمشي للهوم لهنا كما تشوف عملت الفانكشن هذيك، نعمل كنترول اس ونجي للهوم لهنا نسال على الفانكشن نتاعي. باهي خلينا نعمل هذايا كومنت كيف كيف، باهي هذاك خليه كومنت. باهي على فكره الفيديو السابق هذايا ذيس بتاع اد نيو ستودنت نسينا ما عملنالوش حكايه السبسكريبشن هذيك، باش نجمو نعملوا له ان سبسكرايب، تعمل فاريبل لهنا اسمه تحب تسميه التايب نتاعه سبسكريبشن، تحط في وسطه الفانكشن هذه نتاع الاد نيو ستودنت كما تعلمناه لهنا، باش بعديك في الان جي اون ديستروي تعمل له ان سبسكرايب، واضح؟ باهي مش موضوعنا تو، باش نعمل ذيس دوت شير نتاعي هذاك السيرفيس دوت شنو ديليت وان ستودنت، هاك ديليت وان ستودنت كيما تشوفوا ديليت وان ستودنت سطر هالي بالاحمر، علاش؟ لانه ينتظر ان لازم نمرر له الاي دي اللي باش تقوم بحذفه. باهي باش نجيب اي اي دي نتاع اي واحد مثلا، مثلا نختاروا اي واحد من هنا، ياسمين كامل هذه قرات معايا، او باش نبعث الاي دي نتاعها لهنا ونجي لهنا ونقول له سبسكرايب واطبع لي الداتا اللي باش تجيني بعد ما تقوم بالحذف، اطبع لي. باهي على فكره راه شوفوا كي تكون مثلا باش تكتب ستار واحد لهنا، باش تكتب ستار واحد زائد انك باش تعمل الكورلي براكس، زائد انك باش تعمل الكورلي براكس كيما هاك، واضح؟ اذا باش تعمل ستار واحد، اذا باش تكتب اكثر من امر لهنا لازمك تعمل الكورلي براكس، انا بحكم باش تكتب ستار واحد اللي هو شنو كونسول دوت لوج لك الداتا هذيك، هذا معلومات معناها تفيدك اللي كنتي، واضح؟ باهي نعمل كنترول اس واجا خلينا نشوفهم مع بعض، نعمل رولود البيج. اها blocked by course policy، شنو المشكل؟ method delete is not allowed by access control allow methods، لا انا ضفت هالفانكشن هذه شنو، علاش تقول لي هكا blocked؟ خلينا نمشي للباك اند نتاعي، يقول لي راه اعتراض غاديك، يقول لي راه عندك مشكل ماكش عاطيني لاكسي، نرجع للباك اند خلينا نتاكد. اها ماشي مررت له لاكسي، شنو مررت له لهنا؟ مررت له allow origin، اي واحد ينجم يتصل بيا، الريكويست ميثود ما ارسلتهمش ليه، معناها ريكويست ميثود شنو هو الريكويست ميثود، وما عملتلوش الاو ميثودز، لازم الاو ميثودز لازم مررها له الاو ميثودز، هايكا نجي لهنا كيف كيف نعطيه الاكسي على الاو ميثودز، نسمح لاي ميثودز نجم تقوم بارسالها، خاطر لهنا كان تشوفوا يقول لك الخطا ميثود ديليت از نوت الاود باي اكسس كنترول الاو ميثودز، هايك هذه هي اللي كتبناها، هاي كوبيها كيف ما هي ونجي لهنا ونقوم بوضعها لهنا، هاك هي بيد جي تحط لهنا وتقول له واني نسمح لك اي ميثود نجم تتصل بيا، واضح؟ كنترول اس واجا نرجع لهنا ونعاود نعمل ردود البيج تك، واو ان رجع لك اوبجيكت لهنا، قال لك الان رجع لك ان واحد وديليتد كاونت راي واحد، معناها قمت بحذف واحد ورجع لك اوكي واحد، باهي اجا لهنا نتاكدوا منها ياسمين كامل هذيك، هاوك الاي دي نتاعها يبدا 60 بي 54 يوفا او 5، نعمل ردود البيج ان وقام بحذف، واضح؟ ما عادش فما منها. هذا بالنسبة للديليت. الابديت خليه في فيديو وحده، خاطر بنزيد نبعث داتا، خاطر نجم نعملها في فيديو هذايا محالة، مش نبعث الاي دي
باش نطلب مني الاي دي هذاك ريكويست بارامز، وباش نبعث لهم البادي او بارامتر، نبعث له كيما الديليت وكيما الجيت، باش نبعث له كبارامتر لهنا او الاي دي، واش نبعث له الفيرست نيم واللاست نيم والايميل والايج والفون، هذوما الاربعه هذوما هاوك باش نبعثهم البادي هاوك. جايني ديجا من البادي ريكويست دوت بادي 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 بادي، لكن هذا شنو مني مش نبعثهم البارامتر، لازم يمروا من الفوق. انا هنا عاملها لازم يمروا بارامتر، ولا تنجم تقوم بتمرين كويري بارامز في عوض باش تكتب ريكويست دوت بارامز، تولي تجي تكتب لهنا ريكويست دوت كويري اوكي. وطبعا لازم تقوم بحذفها من هنا، وبعدك انت ترسلها له من غاديك من الانجولر كوليك اللي هي باش تجي في شكل كيما هاك اي دي ايكوال اي دي نتاعو هاك، واضح؟ هذا الكويري بارامز. لكن احنا تو في الفيديو في المثال نتاعنا هذايا انا لازم نبعث له بارامز، وتو نشوفوا كيفاش نقوم بارسال كويري بارامز. خليكم منه هذايا باش نرجع لهم رم نفسر فيهم الكل، جيت والبوست والديليت والباتش لهنا، لكن تو باش نرجع لهم الكل كيفاش نجم مر هيدرز، وكيفاش نمر كويري بارامز، وكيفاش نمر حاجه اخرى بادي لما حل بادي مرناه لما حل صحيح هيدرز وكويري بارامز كيفاش نقوم بتمرينهم باهي. قدر وقت توا باهي نعمل فيديو اخر لحكايه الابديت كيفاش نعمل ابديت. باهي خلينا نزيد نحذف اي دي اخر باش نزيد نتاكدوا انتوما. خلينا ناخذ اي دي نتاع واحد اخر مثلا اللي هو شكون الاي دي نتاع هذايا يا سيدي، نرى شنو هذايا هاوك المثال هذايا بتاع الكيو الايميل نتاعو جي دي دوت كوم. ناخذ الاي دي نتاعو لهنا، نعمل كنترول سي ونجي لهنا البحث نتاعي ونغير هذايا الاي دي لهنا اوكي، ونجي لهنا ونقول له كنترول اس، نعمل رولود البيج تو جي لهنا اللي هو قام بحذفه صاي. اجي نتاكد من هنا لازم نعمل رولود لهنا للمونجو دي بي نتاعي كما تشوفوا انو قام بحذفه، واضح انو قام بحذفه. هذا بالنسبه للديليت. يلا الى اللقاء ونتقابلوا الفيديو القادم.